السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ازاي نعرف ان الرسالة دي سبام ولا مش سبام؟ طيب اول حاجة بص هنا، ساعات كده ايه تلاقي رسالة طلعت لك من الهوا بيقول لك انت استلمت رسالة سابقة ولا لا، مفيش اي رسالة سابقة، مجرد ان هو بيعمل تشيك هل الايميل ده حقيقي ولا لا، وبيحاول بعد كده يجر رجلك. بتكتشف الموضوع ده ازاي؟ لما تدوس هنا تلاقي تو فاضية، هو مش بعت الرسالة دي ليك، ده اللي بعتها لمليون واحد، بيبدأ يشوف هل في ايميلات صحيحة ولا لا، وتلاقي الايميل اللي مبعوت منه ايميل غريب كده طويل وفيه ارقام. طيب تعالى نشوف حاجة تاني، تلاقي مثلا رسالة بيقول لك ايه مبروك انت كسبت كذا وكذا وكذا وحاجات ايه خيالية وارقام بالملايين، هو بيحاول يجر رجلك، وبرضه هتكتشف ان بعت لحد تاني غيرك راندوم. بص هو حتى بعت راندوم يعني عشوائي، والايميل اصلا بتلاقيه برضو ايه عجيب كده. طيب تعال نشوف ايميلات تانية برضو ايه كونجراتليشن، تلاقي حد بيقول لك انا بحاجة لشراكة معك، ويقول لك انا مرات الرئيس الفلاني وعايز ابقى شريكة معاك اهو. دي برضو من ضمن الحاجات ان هو يقول لك ايه ان في فلوس اتحولت لك، تمام اكسبت ماني، فانت هل فعلا في حد بعت لك فلوس؟ تمام بيقول لك في فلوس اتبعتت لك اهي، تمام تقول له اكسبت ماني. طبعا دي اشتغاله، بس انا هوريك انها اشتغاله ازاي. تمام هو بيعمل موقع وهمي يكون شكله قريب من الامازون، هو كويس ان هو اتضرب ممكن يكون حد بلغ عنه، بس هو بيحاول ياخد نفس شكل امازون، بس بتلاقي فيه حروف تانية معاه، وتلاقي الموقع مش امازون، هو امازون حاجة تانية. تمام فده لازم تبلغ عنه ان هو ده سبام، وتبلغ عنه ان هو ايه يتلغي. ليه؟ لان انت لو مبلغش عنه هيقعد يبعت لناس كتيرة. تمام ديليت فور ايفر. دي طبعا رسالة من الرسائل المشهورة، تمام اللي هو ايه انا عندي فلوس في دولة افريقية ومعانا ملايين وعايزين ايه نحولك الفلوس دي لرقم حسابك، تمام وبالنص. طبعا بيبقى اشتغالات ونصب وحاجات زي كده، هو بيحاول ايه يجر رجلك، وهو بيبعت مليون واحد الف واحد يرده، بعد كده يبدأ يركز هو على كام واحد كده، يحس ان هم طمعانين زيادة عن اللزوم، لان هو بيشتغل حاجة نفسية. وفي بعضهم يقول لك ان انا عايز استثمر فلوس في البلد بتاعتك، وما اعرفش انا موجود فين، تمام وهتلاقي الايميل بتاعه برضه كده، وتلاقيني حاططني مش في التو ولا في السي سي، وحاططها في البي سي سي. بي سي يعني هو باعت لملايين الناس وانا من ضمنهم، منتظر حد يعبره وحد يرد عليه، فده ديليت فور ايفر. تمام فهو غالبا بيلعب على نقطة الطمع، ان هو يقول لك ان في فلوس اتحولت لك. مرة قبل كده جات لي رسالة اس ام اس ان في طرد جاي لي على الاتش دي ال وهتدفع بس 2 دولار، وراح مدخلك على موقع انت بتدفع 2 دولار او 1 دولار او 1 جنيه مصري، بس الفكره ان انت دخلت المعلومات بتاعت الفيزا بتاعتك، تمام متوقع ان انت تدفع جنيه وهتجيلك حاجه مش بتاعتك، حاجه غاليه، فيروح هو ايه شافت كل حاجه. فخلي بالك وخلي عندك بارانويا، يعني ان انت ترتاب من اي رساله، هل فعلا دي رساله حقيقيه ولا لا، افحص مين هل هو باعتها ليك ولا باعتها للناس كلها وانت من ضمنهم، وهل هو فعلا ايميل حقيقي من شركه حقيقيه ولا يعني كل شويه بيحجز اسامي وبعد كده الناس تبلغ عنه فالموقع بيقع، فهو يروح ياخد اسم تاني وهكذا.